وبعدين يا ابني ده كده خراب بيوت، دي لا اصول تجاره ولا اصول شغل. احنا واخدين بضاعه الشيء الفلاني وحاطين كل الفلوس اللي حلتنا فيها، يعني كده يبقى ايه؟ شربناها البضاعه دي. احرق. لا استنى على العيد، ما استعجلش يا ابني. احرق ايه؟ احنا علينا وصولات. اتكلم مع الناس الاول. مفيش حل تاني يا عم زكريا، احرق. لا حول ولا قوه الا بالله. قوم يا شعلان، روح اعمل لنا حصر البضاعه علشان تجيبها الصبح هنقلها هنا في المعرض. بقول لك يا عم زكريا، سيب شعلان بقى في حاله، انت مش جبتني؟ اديني قاعد اهو. وانا جايبك عشان تقعد كده زي اللي غرق دراه. لا عشان اعيش اللحظه. طب يلا توكل على الله، عيش اللحظه. اديني ماشي يا عم زكريا. مالك يا ولد؟ الباب مقفول يابا. الباب مفتوح. مقفول. مفتوح يا ولد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، وناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط مستقيم. عبد العزيز، مالك يا ابني؟ مالك؟ أنا تمام، مفيش حاجة. أهلاً 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 حبيبتي، عرفت إزاي إن أنا هنا؟ عرفت المكان إزاي؟ يا أهلاً أهلاً بيك. اتفضل، دي هديتك، ومن فضلك انا ما اسمحلكش ان انت تجيب لي هدايا تاني. مش انا البني ادم اللي بتقبل هدايا من حد ما تعرفوش. انا بكلمك على فكره. في ايه يا بنتي؟ موبايل اللي بتتكلم عنه؟ انا مش فاهم حاجه. مثل مثل بكمل الدور. ما هو عادي، ده سجني بيعلم بلاوي. الاستاذ جالي اكتر من مره شغل، مره يجيب لي ورد، ومره يجيب لي كرواسون، ومره يجيب لي لاتيه. خطيبي خد باله وبدا يتخانق معايا، وفي الاخر جاب لي موبايل. خلاص يا بنتي ما تقلقيش، انا هكلم معاه، انا هكلمه. الموضوع ده ينتهي من فضل حضرتك. حتى جوه على المكتب، ولو سمحت مش عايزاك تعمل كده تاني. اللي حد العفريت يصرفه. البضاعة نزلت من هنا عملت انقلاب في الشارع. في إقبال في الشارع؟ ياه، فوق ما نتخيل يا دكتور. عظيم، على بركة الله. عبد العزيز أخباره إيه؟ عامل زي الفرخة الدايخة. أنت شفته؟ لا. أمال بتفتي ليه؟ ما هو داير عمال يسأل ويستفسر في كل المحلات. وأنت عرفت منين؟ أنديل كلمني. أنديل، آه. طب أنا عايزك تحلق عليه كمان وكمان. عايزك تقفل عليه كل البيبان. ده أنا عينيا. أنا أمنع لك عنه المية والهواء والشمس كمان. شفت؟ مش لسه كنا بنقول الكلام ده وإنت كنت عايز تبيع الشقة؟ يا ابني اللي عنده أي حاجة اليومين دول بيمسك فيها بإيده وأسنانه. ولسه عايز أبيع الشقة أكتر من الأول. مفيش حل تاني. كلام إيه اللي بتقوله ده يا عبد العزيز؟ مش هفضل افكرك بابنك الغلبان ده. يعني اعمل ايه ياما؟ اضرب الارض تطلع بطيخ. محتاج سيوله ومفيش قدامي غير بيع الشقه والعربيه. انا مش موافق على الموضوع ده خالص. ذنب الواد هيبقى في رقبتك، والنبي ما تعمل كده. هو انت هتحل مشكله بمشكله اكبر؟ هو احنا هنلعب قمار؟ مش شايف نفسك بتكسب تقوم تزود خسارتك؟ طب لو قلت لك ان هدور الفلوس واعوضه عن كل اللي راح؟ انت لسه قايل بعظمه لساني ان السوق غدار ومش مضمون، تقوم تسيب المضمون وتمسك في الطايح ابن عم رايح؟ ولا طايح ولا رايح. الظاهر ان كلامك صح يا ابني. دبرها من عندك يا رب. افرجها يا رب، افرجها من عندك يا رب، افرجها يا قادر يا كريم.